اول بس يعني هذا هو حيكون سر الرقم الصحي والملف الطبي واهميته في هذه المرحله. المستوى الثالث المفروض ما فيش اي دخول مباشر الا عن طريق المستوى الثاني. العينه الطبيه بشكل كبير جدا هذه داخل هذه العينه النموذج الاسترشادي، فما بالك على مستوى ليبيا محتاج ان احنا نتخذوا مجموعه من القرارات الهامه في هذا القطاع الخاص. يبدو انه ايضا منتعش كحاله من حال بقيه البلديات، وهذا يدل على سوء الخدمات الصحيه في القطاع العام. تم تجهيز المرافق الصحيه اللي هي المراكز الصحيه بما يخص التحول الرقمي، وان شاء الله ممكن خلال اسبوع تركب كل المنظومه بالكامل بما فيها منظومه الاتش ار ومنظومه الاي ار بي ومنظومه الموارد. الحمله الدعائيه ايضا بدايه داخل بلديه مسلم، توزيع لان الاعلام والدعايه لابد ان يواكب اي مشروع عشان التغيير. دكتورة فوزية إبراهيم السائح عضوة بفريق الأعلام للبرنامج الوطني للرعاية الصحية الشاملة بلدية أبو سليم نموذجا. هذا البرنامج بعون الله تعالى هو أحد البرامج التي يسعى إليها المركز الوطني لتطوير النظام الصحي في ليبيا. البرنامج انطلق اليوم بإشعار في هذا اليوم العظيم، وهو حدث عظيم بعون الله تعالى، بانطلاق منظومة الرقم الصحي. ومنظومة الرقم الصحي هو عبارة عن المفتاح الذي يقدم به الخدمات الصحية الشاملة، وهي الخدمات الصحية الأولية التخصصية عن طريق الرقم الصحي. المواطن يدخل للموقع بعون الله تعالى عن طريق الرقم الوطني، والتأكد من الرقم الوطني عن طريق الرقم الهاتف المربوط بالرقم الوطني، وبالتالي يتحصل على الرقم الصحي. والرقم الصحي هدايا يخليه يختار عن طريق المركز الصحي لتقديم الخدمات الصحية الأولية. ما هي الخدمات الصحية الأولية؟ هي عبارة عن كل التخصصات سواء كانت وقائية أو علاجية أو عبارة عن تأهيلية. المواطن بداخل بلدية مسلم إن شاء الله حتكون هي النموذج لتطبيق هذا البرنامج، وبالتالي نجاح هذا البرنامج وبعون الله تعالى حيكون النجاح مؤكد منه، لأن إن شاء الله لأن فيه خطوات ثابتة ومدروسة من المركز الوطني لتطوير النظام الصحي. وهذا البرنامج مش في يوم وليلة، هذا عبارة عن مدة طويلة دراسة، وهذا وين انطلق وهذا وين أصبح واقع. المواطن يدخل على الواحد ويتحصل على الرقم الصحي، وعن طريق الرقم الصحي يختار المركز الصحي القريب من بيته، وبالتالي يفتح له ملف صحي، وإن شاء الله تكون تتقدم له خدمات الطبية بداخل هذا المركز الخدمة. إذا وجدت أي علاج آخر متقدم بعون الله يتم إحالته إلى المركز الصحي المتقدم اللي هو المجمع، وإذا المستشفى بداخل بلدية أبو سليم. من أهم وظائف ومن أهم الفوائد التي نتحصل عليها من الرقم الصحي ومنظومة الرقم الصحي هي غلق التردد المفتوح. يعني المواطن كان سابقا حيمشي للمركز الصحي ويلود عليهم في نفس اليوم ويتلقى في نفس الكشف وبالتالي نفس العلاج. هذه المنظومة أقفلت هذه التردد المفتوح، ويكون عنده مركز خاص به طبيب أسرة إن شاء الله، يعني طبيب الأسرة لكل مواطن ليبي داخل هذه المنظومة. ويتم إن شاء الله طبيب الأسرة هذا طبيب مختص في جميع التخصصات، يعني حتى الجراحة يفهم فيها ويقدم لك الخدمات، وبإذن الله المواطن يطلع راضي على المستوى الخدمات. التردد الاستشارة وهو تردد المريض داخل المستوى الأول، والاستشارة أيضا داخل المستوى الأول، الإحالة للمستوى الثاني حيكون بهذا الشكل. الوحدة الصحية عادة معنية أن يكون فيها أمومة طفولة فقط، أما المركز الصحي فيه عدد من التخصصات. صحي معقول جدا مع بقية الإجراءات اللي نحن حنحكوا عليها. إذا الكاتشمنت أريا أو منطقة الخدمة هو التجمع السكاني اللي مفروض المركز الصحي يقدم له خدمة، عند عدد كبير من المزايا. دكتور عادل الذيب مدير عام المركز الوطني لتطوير النظام الصحي. اليوم طبعا نلتقي بطرابلس فندق المهاري لإشهار البرنامج الوطني للرعاية الصحية الشاملة وإطلاق منظومة الرقم الصحي. هذه المنظومة التي تهدف تحديدا إلى إغلاق الثغرة في المنظومة الصحية، وحتكون المفتاح لدخول النظام الصحي ولتقديم الخدمات الصحية. اليوم اعتقد يعني بالنسبه لنا احنا نعتبر فيه يوم هام جدا. قرار تفعيل الرقم الصحي قرار استراتيجي حيكون له على المدى المتوسط والبعيد ان شاء الله خطوات هامه في تحسين مستوى اداء الخدمات الصحيه.
طبعا البرنامج نحن طبقناه داخل بلدية مسلم كنموذج استرشادي، ومن ثم إن شاء الله ننطلق لبقية البلديات. المشروع تابع المركز الوطني الصحي للرعاية الشاملة، وكذلك ربط الرقم طبعا الصحي بالرقم الوطني. هذه مبادرة طيبة، وكما قيل لأهل الفضل وأفضل الناس ما بين الورى رجل تقضى على يده للناس حاجات. البذرة والكفاح في ذلك إن كفاح لكل عامل أو لكل موظف في عمله وإتقانه في تخصصه يسهم في تنمية، ويسهم كذلك في ازدهار ونمو المجتمع. ودائما نقول هذا الشعار أيها السادة الكرام، إن عمل الإنسان في هذه الحياة عزة وكرامة له. العمل أي البصمة، أي ثمرة التي يتركها في عمله. فاليوم يا سادة الكرام، خصوصا أستاذي الكريم، نحتاج إلى تنمية، نحتاج إلى بناء قدرات، نحتاج إلى ازدهار لخدمة هذا الوطن. إذن إن عمل الإنسان في هذه الحياة عزة وكرامة له، يصون به النفس، كذلك لصيانة النفس، يصون به النفس ويبني به الوطن، وهذه ثمرة كذلك مصلحة فيها إصلاح لبناء الوطن، ويصون به النفس ويبني به الوطن ويكسب به احترام الآخرين، وينال في هذه الثمرة فوز من رضا رب العالمين.